بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدعي هو علي أحمد حاج إبراهيم وحنا هي مواطنة في الصومالي لانا برتينا تخصص كدكتور نماذا إلكها وضل كي سيكو صوم مقضيو ضل كي وحكسو كردينية وحنا رنهانتي آدي آد أن وحوما هاي مسؤولين تي قرن كي لودر صدي إني ضد كي وحكو قبطان هدي أي ضد كي ضل كي وحكسو كردينية أي كنت عدينيان إن حوجنا وشجعنا يان ونأديك سنة يان أودي حكومة نمو تي وحويان إن فرحمو أد وين أنا جوار اخترت أن كهول جلي يتشوجا أي وح يمد إن لبا إن النموذج إن أبور عذا إن ومهارتي ربش كسمية أنا جنا دعوي إيجارسية طب يتنا وح نسمية وح نقتجي إن وح نكسر دعوي الله بدي قف إن ومدهان مجيس أن جرانيه أي الله بدي قف وح نكسر دعوي صدقدي إن اختصاص كلها إن إيريل نختار كوكيا له أو أح صدق كتلوه إن أم با لحيل بعدين كتشون إن حتى با مركي دعوة موجنتي محوها إن لإيسيه نختار كي أي صوب بعريني حقيقي إن بردي لإي جيستي أي وح محوها رفير تدي أن كلن مقضي تليه صدق كتلوه بريجس إن حيسن شري إن عبد السلام دين قلة إن إنا كي هطبا إن صدق دقة أيام الله صاحري إن هطبا صديو ملاها لبها بين إن حرم أيام واحد عضي إن وسيرة مالية سمسم عبد آدم إن أي لوجه ده كنت مد صدق دلوقه إن إنا كينا أي سيد ديسي سيد أسا إنا كي لجو سيد داي إن ضبيتنا مرت نكون نقضي إن تليه صدق أيان ويدي إن كسفه لقصي داي متعسود ضبيتنا إن وحي غيري إن وحي قصي داي إن ضمانت إن ومدة ديرنا ونو إمرميرني إن تليه مرت أركي ماشى إن أنا وحرجاء أنا كسو تشيدين أيا ضبيتنا أنتجي إن حير لالنت حير لالنتي هذا بقى قرار بأقرن إن تليه صلقة تلوده إن أي كو أمريان إن أرنكا وح إن وح لقى بتصير دقدقة إن قرار فيه وكدقة أضيقي وحبو قدم واي حضنا إن متو تضرب هذا كذي برق وح قدم واي أيام حضنا وح نكون نقضي حير لالنتي وسيد وح نعيم بان وجوار رمي يقول وح يداه يعني أنا جنا إن تليه وح شواب ونقصوا عليه حبي راتي ما بتشفته مركزي قرار كله أي واحد يجو قرين تليه سي أو أه تليها قيف تبرق هرجيسة إن عبد علي حيد وإسه أنا إن أي كو أمريان إنسي دق دقة إن أرن كان واحد الله سوقبته إن حتى بقينا كيبا حطنا إن الله سوقبتي مركز الله سوقبتي إن مال النمضي تضبطي في بنمو وسيرة دي مالية ده سمسم عبد آدم أي حضنا مركز صلبقة تمد إن كينا سيديسي مالنتي إن كحكتي أي حضبا إن واحد عضي إن مالنتي كحكتي أي حضبا أنو تجي إن أي نكون نقضي مالنتي كحكتي أي نكون نقضي إن تليها إن قيب تبرق هرجيسة عبد علي وان أنا جو إن لوير وطة وحنان ودي صفها إنن كي لصوحري لجوسي داي مركزو سعدانا أيو يجوش شيء إنه وسيرة مالية دو أي رئيس سي وقاري كريواي إن وحنا إلى شوية مركز إن لوير تيجي أو كمر خاطية أتبع حيرالتي ما كن نقضيه وحي وقابل المركن وجه أن وجهي إن هرق هين وكدوان إن وحنا يجوي له ده أنا وح الله عليه وح أنكو قبنا كرنا متشفتي بيراهدين هذي تليه قيبتو وحب سووا قبنا واي أنا وح أنكون رهنا ما بقرنينا إن وان ضبيتنا وح نتجي إن قدوميها محكمة إن جبلك إن أحمد دلمر قدوميه بن أرنكي إن أجو الرمي مركزوه يجوي له حطبا مر لبعض لبعض بكون نقو إن حين لاريها إن جبلك موليد عبد موسى هي واحد كنا قطعت ليها قيب تبرق إن هرجيسة
taliyaha ee booliska in Cabdi Cali oo hadii ay wax ku qaban waayaan ana si degdeg ah waan kugu jalaya in dadkan ee tacadiga kugu sameeyay hadaba in labadii waan in waxaan u tagay horta markii hore aan ku wareeyay in xeer ilaaliyihii in gobolka markaas uu in wixii markii hore ugu yiri ayuu buu ku adkaystay intaan hadaba intaan kadib aan odayaal aan kaxaystay ayaa waxaan u tagay waxaan ku noqday mar labaad taliyihii qaybta bariga Hargeysa oo markaas odayaasha hortooda ayuu haddana si cadaana uu ka yidhi in wasiiraddii maaliyadda Samson Cabdi Aadan ay inankii ay sii daysay markanse wuxuu ku sii daray in culays uu kaga culays kale uu kaga yimid dhinaca maamulka hataba labadii jawaabood markaan helay tii xeer ilaalinta iyo tii taliska qaybta bariga Hargeysa waxaan labadii jawaabood aan kula noqday guddoomiyaha maxkamadda gobolka Marwadi Jeex Axmed Dalmar waxay igu yidhaahdeen markaa safar buu ku maqan yahay oo markaan sugay muddo toban cisho ku dhawaada ayaa aan ku noqdayo siday wax u dhaceen baan u sheego hadaba wuxuu igu yiri waxaad iiga keentaa taliyaha qaybta bariga qoraal buu yiri wixii aanu hadalkan aad sheegaysa ma garanaye qoraal iiga keen oo uu ku sheegayo in wasiiraddu ay inankii sii daysay marka waxaan ku yidhi hadaba guddoomiye inaan dulmanahay waad arkaysaa baan ku yidhi cadeymihii oo dhan way kaa horeeyaan oo ay ku jiraan dhaawac muujintii refeertadii ilaa muxuu aha qoraalladii loo qoray taliyaha saldhigka dalowda taliyihii qaybta bariga Hargeysa inaan dulmanahay baad arkaysaa inaan waxba la ii qaban ayaad arkaysaa marka waxaan ku idhi macquul ma noqonayso in muxuu aha taliyaha qaybta bariga uu isku cadeynayo isagu dembiga uu galay waxaan wax isagu afka uu ka yidhi maragna waan haystaa waxaan ku idhi laakiin warqadan suurtagal ma noqonayso mana qoraya isagu adu hadaba sidaasun buu ku adkaystayo wax jawaabo kale imuusin sidaa daraaddeed ilaa hadda waxaan tirsanayaa cadaalad darro iyo arrinkaygii waxba aan laga qaban marka waxaan u jeedinayaa cid kastoo ay khusayso in arrinkan wax laga qabto cadaaladdana loo sinaado waxaan kaleen u jeedinayaa mas-uuliyiinta qaranka inay dadka ay dhex ku noqdaan oo aanay u adeegin oo kaliya tagtadooda iyo kooxahooda.